بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس جو بايدن، وذلك بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية وقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار. نوه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من 120 عاما، تستند لأسس متينة ودعائم قوية مما يربط الشعبين من صداقة قوية وتقدير متبادل. أعرب سموه عن تطلعه لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين على كافة الأصعدة. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيدة كاميلا هاريس بمناسبة تنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.